الله الرحمن الرحيم. شكرا لجمعية التواصل الصحي، وأود في البداية أن أعبر عن سعادتي لتواجدي مع السيدة والسادة الرؤساء والإخوان الأطباء والغير الأطباء المهتمون بموضوع في منتهى الحساسية بالنسبة لمستقبل لا الوطن فحسب بل البشرية جمعاء. كما سنرى موضوع لغة التمكين المعرفي عموما وفي الدراسات الطبية على الخصوص يندرج في ألغاز متعددة ومتنوعة ومتغيرة، ومن بين تلك الألغاز التكاثر المعرفي الضخم الذي أشار إليه الأستاذ بوزوبان. هذا التكاثر المعرفي الذي يقترن مع اتساع الفوارق المجالية والاجتماعية في الولوج للخدمات العمومية الأساسية. وأظن أنه لا فائدة في التباهي بالنسبة لعموم المواطنين بهذا التقدم التكنولوجي ما دام أنه لا يستطيع أن يلجأ إلى أبسط الخدمات أحيانا. لذلك سوف أتناول موضوع اللغة في التمكين المعرفي الطبي بعد تطرق لانزلاقات ما أعتبره انزلاقات حضارية بخصوص إنعاش الصحة. فكما تعلمون صار العلاج تقريبا يلخص مفهوم الصحة، بعبارة أخرى حتى بالنسبة لعامة المواطنين عندما نتكلم عن الصحة نعني بذلك الولوج لخدمات طبية مغرية ولكن في آن واحد مكلفة، وبالطبع هذه الخدمات تظل من جدوى نسبية في التصدي للمرض. وكما هو معروف كذلك صار الطب ممارسة تتلخص بالتجاوب مع الطلب القابل لتحمل التكاليف بعيدا كل البعد عن تلبية الحاجات الصحية، تلك الحاجات التي يعتبرها الجميع من ناحية نظرية. تكلم عن تلبية الحاجات، ضرورة التلبية، ضرورة التعايش، ضرورة التقدم نحو الأمام. وفي آن واحد الأخ تكلم عن المسألة البيئية، النهب والتبذير أصبح سمات الضعف المعاصر بالإضافة للتلوث. مجمل الكلام على أننا
نعيش مرحلة انتقالية يتجاوب فيها الطب مع الطلب، وفي آن واحد تفتقد شتى المجتمعات، ليس فقط المجتمعات الفقيرة بل حتى المجتمعات الغنية، تفتقد شتى المجتمعات لوسائل الاندماج في الأنظمة العلاجية التي تدعي أنها أنظمة صحية. إذن سؤال مطروح، وهو أين هو وجه الخلل؟ فالتقدم العلمي حقيقة، ولكن هو تقدم على مستوى تكنولوجيات التكفل بمخلفات، استراتيجيات تؤثر لتكاثر المخاطر المرضية. وبالنسبة للمجتمعات المستضعفة، المغرب مثلا، إمكانيات المرصودة للعلاج 1450 درهم للفرد في سنة 2010 مقابل 8534 دولار للفرد في السنة بالولايات المتحدة الأمريكية، وأعني بذلك درهم مقابل 60، علما بأن بالولايات المتحدة الأمريكية سدس الساكنة غير قادرة على الولوج للخدمات الصحية. كذلك ما يخص مسألة البحث العلمي، تعلمون أن الانشغالات الراهنة هي انشغالات بالأوبئة المنتشرة بالدول الغنية، وأحياناً يتم اكتشاف أشياء يعني تستحق الانبهار، ولكن لا بد من التركيز على أن تلك الاكتشافات هي اكتشافات محصورة في التصدي النسبي للأوبئة. بالمقابل هناك أوبئة منتشرة بإفريقيا مثلا أو بالدول المستضعفة التي لا تنال نفس الاهتمام. إذن أخواتي وإخواني، عندما نتكلم عن التمكين المعرفي الطبي في مستهل الألفية الثالثة، إنما نتكلم عن وجه متأخر ومكلف ونسبي الجدوى في التصدي للمرض، بعيدا كل البعد عن الحاجات الملحة الصحية، بل بالعكس هناك ما يؤثر بتكاثر المخاطر المرضية في غياب الإمكانات المالية الضرورية من أجل تحمل تلك التكاليف. لماذا قضية اللغة وقبل قضية اللغة العربية لماذا تكتسب أهمية ضارية؟ من ناحية علمية، من ناحية بيولوجية، أنتم تعلمون على أن الوجود مرتبط بالتنوع المتكامل. التنوع البيولوجي، وبموازاة مع التنوع البيولوجي التنوع الثقافي، وهذا التنوع الثقافي يشتمل بطبيعة الحال على ما يؤثر للتجاوب مع العرض الطبيعي بهذا الفضاء أو ذلك، ولا يمكن تماما
أو التفاعل مع ذلك القضاء بانفصال على الهوية وعلى القضية الثقافية عموما. وبما أننا نعيش في عالم التشجيع، أظن من واجبنا أن نخلص إلى ضرورة التكفل بالذات. ما حكى جدك من تضارب، ولا بد على المستوى المعرفي وعلى مستوى التمكين المعرفي من الرجوع إلى أحكام القوانين الأزلية، والرجوع إلى أحكام القوانين الأزلية يقضي بالضرورة بالتعامل انطلاقا من اللسانيات الفطرية المتكاملة مع لغات العلم، ولغة العلم بالمغرب القريبة من اللسانيات الفطرية أو اللغات أو حتى اللغة الرسمية الثانية الأخيرة يعني الأمازيغية هي اللغة العربية كل اللغة. لذلك ما أريد أن أختم بهذه المداخلة التي يمكن أن تثير العديد من الاعتراضات ربما، ما أريد أن أختم وهو أننا نعيش فترة انتقالية نعلم فيها ما نخلفه من وراءنا ونشهد ما ينتظرنا في المغرب وغير المغرب، ليس فقط في المغرب. وعلى أن السؤال مطروح بالتكنولوجيا الحديثة كما قال الأستاذ زبير التكنولوجيا الحديثة يمكن أن تجيب على الأسئلة التي نطرحها، ولكن الإشكال هو ما هو السؤال؟ علما بأن هنا نرجع لواحد الفكرة التي جاءت في هذا اليوم الشهير، مسألة الترجمة على المستوى العلمي خطيرة للغاية. عندما نتكلم عن التمكين المعرفي بالعربية مثلا، يجب أن نستعيب المفاهيم العلمية والتعبير عن هذه اللغة العربية، أما الترجمة المباشرة فإنها تشكل خطرا موصوفا. إذن أخواتي إخواني، نظرا لذلك الوقت أريد فقط أن أشكر مجددا الجمعية المغربية للتواصل الصحي من جهة، وأن أؤكد على أن الورشة المفتوح هو ورشة اجتهاد ومسؤولية طويل المدى مطروح على أهل العلم أولا وقبل كل شيء، وللطرح على باقي فصائل المجتمع. لكن الأكيد وهو أن بعد الاقتناع بجدوى تحمل مسؤولية هذا الورش الكبير، الأكيد وهو أن الحلول ممكنة وأن الباب سيفتح أمام الباحثين المسلمين والعرب وجميع الباحثين من الدول المتقدمة من أجل المساهمة الإيجابية في تطوير المعرفة الطبية لفائدة ليس فقط المستضعفين، بل مرة أخرى أؤكد على أن الطب الحديث يعني تقدم لا شك فيه، ولكن الطب الحديث هو طب المخلفات وليس طب المسببات، وهذا هو ما يشكل الحاجة الملحة بالنسبة لنا ولغيرنا. شكرا على